بهيدا القسم الثاني من البرنامج بدي رحب باستوديو معنا بالانسه فيرينا العميل من شبكه مدى والنادي العلماني، السيد محمود ناطور المحامي كمان الصديق والزميل بخط احمر، ساره حمود رئيسه تحرير موقع لبنان والعالم صبته مظبوط سيف الدين الكردي من المرصد الشعبي من المناضلين يلي عم بيشتغلوا دائما على الارض ودفاعا عن التظاهرات اللي عم بتصير. اول شيء بشكر كثير مشاركتكم معنا اليوم وبهيدي الحلقه خاصه، واذا بتسمحوا لي بلش دغري اسالكم عن رسالتكم لاهل عكار. خليني بلش مع ساره. اول شغله بنقول لهم صدقوا انه يعني ما حقول الكل للاسف، بس ثلاث ارباع الشعب اللبناني معكم، وكل العالم ببيروت عن جد في هلا عم بيصير في حملات اغاثه لعكار، اهل عكار ليحضروا لهم كل شيء. نحن عم نعمل حملات على السوشيال ميديا للموقع عنا، عم نضلنا للادويه دم كل الوقت، في ناس ما عم بتنام، في ناس طلعت لفوق حطت خيم، في ناس طلعت استضافوها ناس كمان من عنا من بيروت بس لحتى يكونوا بخدمه الناس اللي فوق. للاسف الوضع الطبي فوق سيء جدا، يعني اليوم المطلوب تضامن انساني، مش بس طبي. انساني مش بس انساني، الوضع سيء فوق المستشفيات، الوضع سيء فوق مستشفى السلام عم بينادي وبيصرخ وبيقول ما عنده شيء لحتى يقدر يداوي الجروح، لك مابو ما عنده، المابو اللي هو بنحطه بالقلب البيت نحن بنستعمله للحروق البسيطه ما عنده. عم ننادي كل الناس بليز اي حدا عنده مستلزمات طبيه خاصه بالحروق، شاش رباطات اي شيء، تفضلوا بليز ساعدونا لحتى نقدر نوصل لهم اياهم لفوق. محمود، نداءك لاهل عقار، رسالتك لهم. اول شيء بنعزيهم، هذا اول شغله. ثاني شغله والاهم، ما عزيتهم بس كمان بعزيهم، ما في، بنعزي نفسنا، بنعزي نفسنا اكيد كمان. بعتقد عكار هي المنطقه من المناطق اللي تعرضت لظلم تاريخي بلبنان. بتمنى، وهذا الموضوع نداء، لا اذا بدي اقول نداء لاهل عكار، انه يكون هذا اخر ظلم بتتعرض له عكار، وبايد اهل عكار ياخذوا حقهم بايدهم. كيف يعني؟ نحن اليوم محكومين بمجموعة من الناس مسيطرة على البلد وماسكة هالسلطة. المواجهة معهم ما بقى تكفي ان نعيط ونصرخ ونوصف واقع، مثل ما يمكن كتير ضيعنا وقت، او يمكن كان مهم بس ضيعنا كتير وقت بتوصيف الواقع. اليوم بحاجة نحن نمنعهم انهم يحكموا البلد بكل بساطة. كل مكان من اصغر شارع للمبة كهرباء لموتوسيكل درك لا 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 لأي مؤسسة أي شيء، علينا بعتقد ندائي بتبلش اليوم من عكار، إنه علينا إنه نمنعهم يحكموا هذا البلد. ومجرد إنك أخذت منهم قدرتهم على السيطرة والحكم على هالبلد ببلشوا يهروا. فندائي لأهل عكار إنه الظلم اللي تعرضت له بتاريخيا مرد على الظلم، حل بايدهم يرفعوا هالظلم عن عكار. شو رايك؟ لازم اهل عكار يعملوا اليوم، ونحن لازم نعمل معهم لندافع عن لبنان. بدي اقول بدايه كلمه بس لاهل عكار، هي لكل باقي المناطق، بس اليوم الظلم واقع علينا كشعب لبناني بمنطقه عكار. فالمساله مش بس بمنطقه عكار، كل واحد فينا انمس، كل واحد فينا اعتبر انه يلي مات هو بخصه. اللي بدي اقوله انه كل هيدا الشعب اللبناني ان كان العكاري او غيره هو الثابت، وكل ما ياتي الى السلطه في لبنان ويغتصب هيدي السلطه هو الزائل، وما بيقدر حدا يجي يشكك ولا بقيد انمله بوطنيه عكار او بالشرف والكرامه والشهامه والاصاله اللي بيملكوها اهل عكار كما بيملكها كل باقي الوطن. عم ترد على حدا تحديدا بهيدا الكلام؟ عم رد على اي حدا بتخول له نفسه انه يتطاول على شعب، الشعب هو مصدر السلطات بهيدا البلد، وممنوع اي حدا يمس بهيدا الشعب بكرامته، لانه هيدا الشعب اليوم مفجوع بانفجار قتل ناس، كان ممكن كل حدا يكون موجود محل هاي الناس اللي ماتت. مشان هيك انا اللي بدي اقوله الصوت اليوم للشعب، القرار هو اليوم للشعب، ما حدا، كل الباقي زائلين، ما رح يبقى حدا، اللي رح يبقى هن الناس والوطن.
بالإضافة لأنه بدنا نعزيهم ونقول لهم الجرح كبير علينا وعليهم وعلى كل المواطنين، المسألة مش مناطقية، هن جرحهم جرحنا. هيدا اللي أنا حاطه. ما في فرق بين الدم ببيروت والدم بعكار والزل على البنزين كل المحلات. فيرينا، أهل عكار شابة، شفنا صورهم كلهم شباب، كلهم شباب أول عمرهم كلهم. شو رسالتك لهم؟ أول شيء أكيد بدنا نعزي أهالي الضحايا واللي انصابوا أكيد بهيدا يعني الانفجار يلي صار. أول شيء أهم شيء صار هو بالنسبة إلي تضامن الناس يلي هو آخر مقومات من الصمود على هيدا الأرض، وبدنا نعزي كل شخص على هيدا على بهيدا البلد عايش، لأنه هن الضحايا الأول بعكر، بس نحن كلنا بالنهاية ضحايا. عكار بقيت لفترة طويلة مهمشة ومتروكة مع أنه نوابها من أغنى أغنياء العالم. هون يمكن بعتقد أنه كتير واضح وين المعركة. هي معركة، هي محاسبة نواب، محاسبة المنظومة، هي ذاتها منظومة 4 آب، هي ذاتها منظومة 15 آب، هيدي منظومة إرهاب، هيدي سلطة عار. بعتقد الحل هو بيكون بإسقاط هيدي النظام وإسقاط هيدي المنظومة ونحدد نقاط الاشتباك. يعني نحن كنا محددين وإن كان بالجامعات وربحناها، بالنقابات وربحناها، بالبرلمان كمان لحقين، بالتعاونيات، بكل المحلات. اليوم هيدي السلطة ساقطة ونحن هون من واجبنا إنه نكون عم نحاربها بشتى الوسائل المتاحة. كيف رح تحاربيها بشتى الوسائل المتاحة؟ اليوم بالانتخابات، بالجامعات والطلاب عرفنا، على الأرض شو لازم نعمل؟ مثل ما كنا عم نقول، بالنقابات، بكل اوكي، بالمحل يعني بالمحلات الدستوريه اذا بدنا نقول، واكيد على الارض بالضغط بالشارع مثل ما كنا عم نشوف هلا شباب كمان توقفوا من وراء يعني نضالهم بالشارع وضغطهم بالشارع. هيدا الضغط وهيدا الزخم ما لازم يوقف. هلا يعني الاطار على مدى البعيد هو اكيد انه نبلش باستقلاليه القضاء يلي هو رح يقدر يرد العداله، لانه بالنهايه الناس رح يضل عندهم خيارين، اما العداله واما الانتقام. نحن ما بدنا الانتقام، فخلي العداله تاخذ مجراها، واذا ما اخذت العداله مجراها ما حدا رح يقدر يوقف الناس، لانه غضب الناس هو جرف ما حدا رح يقدر يهديه. محمود، التضامن اليوم يلي عم بيصير، اهالي عكار عندهم فاجعتهم وبعدهم ما قدروا يدفنوا موتاهم لانه بعدهم ما لقوهم. امبارح صار في طحشة على بيوت النواب ببيروت، هل هيدا هو التضامن المطلوب؟ هيدا مش تضامن، هيدا مثل ما قالت فيرينا نوع من الانتقام. ويمكن لما الواحد بيوصل للعجز اللي وصل له بمحل ما الشعب اللبناني، ويمكن بعض اليأس، وهذا اللي ما لازم يبين ابدا وما لازم يستمر، ايه ممكن الناس تنتقل لمرحلة انه الانتقام والفوضى الى حد ما. بس نحن كمان ما لازم ننسى انه نحن عم نواجه مجموعة من الناس ما سألت عن انفجار بحجم انفجار بيروت، ما سألت على انه نص العاصمة تدمرت، ما سألت انه في شعب مثل ما هو نزل على الشارع ب 17 تشرين وقال لها بكفي. وبالتالي متوقع انه هذا يصير، هذا منه تضامن بقدر ما هو غضب مبرر ومشروع ويجب ان يستمر ويتطور الى ان يذهب، لانه الشباب مش ناويين يحسوا، الشباب مش ناويين، مش شايفين، عايشين على كوكب اخر. بعدهم بيحكوك بوزير، يعني تصور اليوم تتذكر قديش كانوا يختلفوا على الوزارات. انا اليوم اللي صدمني انه مش مختلفين على وزارة الطاقة، ما بدهم اياها كلهم. يعني تصور انه شوف نحن وين، هن بقى هلا في وزارة ما بدهم اياها. فلا، الواقع الناس اللي وصلت لتفوت على بيوت نواب، انا بتوقع بعد يروحوا ابعد من هيك، وعم بطالب الناس، امل الناس انه يروحوا ابعد من هيك، ومش غلط انه يروحوا ابعد. شو يعني ابعد من هيك؟ يعني نرجع للي كنت عم اقوله بالاول، منع من حكم البلد باي بشتى الوسائل، تعطيل البلد بشكل كامل، عصيان كامل. ما يعني واحد سارقك خاطفك شو بتعمل له؟ بتجيب له البوليس، يا البوليس بفاوضه ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، اخر شيء بيقتحم المبنى. طب انه جماعة خاطفينك قالوا سنين، نزلنا مصاهرات وحكينا سلميا ووصفنا واقع وناقشنا بالسياسة وحطينا برامج وحطينا خطط وحطينا، هو الجماعة ما عم يفهموا لا بالطول ولا بالعرض. طب شو بتعمل معهم؟ فإذا منروح مندهمهم ببيوتهم، لأنه في 4 شباب اليوم موقفين لأنه داهموا بيت. هل هيدا صح؟ والعمل السياسي هيدا اللي لازم نطالب فيه؟ كل بيوت السياسيين اليوم. أنا بدي أقول نقطة صغيرة، اليوم في فرق بين القانون والعدل. العدل اليوم انه هو ما يبقى واحد فيهم متهني بحياته، لانه نحن اليوم عم نعيش مش جريمة، نحن اليوم عم نعيش نتيجة
تراكم جرائم عمره 30 أو 40 سنة مارسوها والفاسدين كلهم يعني كلهم، ومنشدد على كلهم يعني كلهم بكل طبقاتهم من النيابية للوزارية للرؤساء، هاو ممنوع عليهم يستمتعوا بمالي. اليوم هاو دلوا 30 سنة عم يسرقونا، أوكي 30 سنة سرقونا، بس اليوم وصلوا عم يقتلونا. أنا مشان أنه أقول أنه أنا إنسان والله مسالم بقلك أنت تقتلني بس أنا إنسان مسالم، لا، أنت شخص مجرم وعليك أن تحاسب، والحساب سيكون من الشعب، والحساب يكون بقرار الشعب. نعم لتكملة هذا المسار التصاعدي، ونعم لن يهنأ أي نائب أو وزير أو مسؤول بهذا البلد لا بمطعم ولا ببيت ولا بملبس ولا بمأكل ولا بمشرب ولا بثروة مسروقة ولا بسيارات داخلة على البلد بطريقة التوائية والتفاف على القانون وأكل حقوق من المواطنين. نعم مستمرة هاي المواجهة، ونحن لو شو ما كلفت مكملين بهيدا النضال. شكرا وتحية للأربع شباب اللي بالحبس ليدافعوا عن حقوقنا. خلينا نروح نشوف شو رأي اللبنانيين بالحديث الداير باستوديو مع شانتال. شكرا مارك. عم تابع النقاشات عبر تويتر من خلال هاشتاج البديل وعلى هاشتاجات التانية اللي بتعني بجريمة عكار والأزمات المتتالية بلبنان. ومن التويتات اللي وصلت لنا، التويت الأول لجمال الأرز اللي بيقول أنا من عكار، اللي صار سببه الحرمان والفقر وغياب الدولة ومسؤولية، هاشتاج البديل. أما التويت الثاني بيقول إذا انفجار ضخم مثل انفجار المرفأ ما غير شيء بنهج السلطة الحاكمة، ما فينا نعول على انفجار عكار إنه يكون استثناء، هاشتاج البديل. التويت الثالث لأكرم شماس بيقول وطني الحزين متوفر فيه التهريب والفلتان الأمني والمحسوبيات والواسطات والسلاح بكل أنواعه والمخدرات، ولا يتوفر الدواء والكهرباء والمحروقات والمياه وأقل مقومات الحياة البشرية، هاشتاج البديل. ومنختم بآخر تويت لشرب الشمعون اللي بيقول هاشتاج البديل، تدخل دولي من مجلس الأمن تحت البند السابع لإغلاق الحدود ومنع تهريب وحماية اللبنانيين من المنظومة الفاسدة المارقة، الانتداب ضروري. نرجع لعندك. شكرا. هلا كل العيال بترد شمس، فيمكن شماس وشمس ما بعرف اذا انا ولا شانتال رح يطلع معنا حق. اليوم عم بيقولوا اذا انفجار بيروت ما غير بالحكم، انفجار عكار دفنون وخلصوا من القصه. مش مسموح، مش مسموح ابدا، مش مسموح. يعني الكلام جدا مستفز، بزعل، بحزننا نحن. يعني انت عم تفتش على شيء تفاؤلي مش عم تلاقي. لوين واصلين هدول الحكام اللي هن مبسوطين بحالهم بهيدي الطريقه؟ خليهم مبسوطين هلا، بس جايهم اعظم. هن مفكرين انه دخلت بيت، هيدي مجرد بدايه، الاتي اعظم مثل ما قال. يعني اليوم يعني هلا فاتوا على بيت طارق المرعبي، اليوم كان عندنا مقابله هاتفيه معه، زعلان على اغراضه اللي تكسرت وزعلان على طلعنا هيك. طب هو زعلان على امور ماديه، في عالم ماتت واستشهدت وفي عالم بعد لهلا ما لقوا اشلاقها من انفجار المرفأ ومن عكار لهلا، انت زعلان على اشياء ماديه؟ عم تتهم بالسرقه على الطالع والنازل ما حاططها على حالك؟ بيقول قال انا بسامح ويليام نون لانه هو من انفجار المرفأ متضرر، بس البقايا ما بسامحهم. انا على لساني ويليام نون بقول له ما بيسامحك. مش لا، في شيء مش طبيعي ما بتسامحهم؟ شو يعني؟ لا بليز، يعني بليز نترجاك سامحهم يعني اذا بتريد. شو هالحكي هيدا؟ ناطرين نحن مسامحتك؟ نحن مش مسامحينكم، انتوا عم تغتصبوا ارضنا. اذا انتوا عم تحكوا عن الاحتلالات وعم انتوا مغتصبين، انتوا منتهكين حقوقنا، مغتصبين ارضنا، منتهكين حقوقنا كشعب، عم تحكوا عن اشياء ماديه؟ كيف الهم عين؟ كيف الهم عين تلاقي يلقطوهن؟ عم يلقطوهن ثوره ماب كلياتنا صرنا عم نشوفها، عم يلقطوهن برا عم يتعشوا بيتغدوا بلبنان وبرات لبنان. كيف الكم عين؟ ما صرتوا معروفين وجوهكم ببلاد العربيه وبلاد البلاد الاجنبيه، صرتوا معروفين انتوا؟ كيف عم تعملوا هيك؟ بدك تقول لي كمان هون بيقول انه انا من كتله، ساعه بيقول انه انا من كتله ما فيني استقيل،
بيرجع بيقول انا هون فرد لحالي ما فيني اعمل شيء. نعم، بس في ناس بكتلته استقالت ورجعت عن الاستقاله وتركت البلد وعايشه بالامارات ومرتاحه، بعضهم بيسموا انه اعتذر عن الجلسه بس نسي حاله انه هو مضى، انه ما عليه يعني عم نحن مش ولاد مضى يعني. على جلسه العار، جلسه مضى رفض مضى رفع مضى بقوه. اليوم في شباب بعكار وفي شباب بكل لبنان، في تاريخ كلياتنا صرنا بنعرفه، بس اليوم عم نحكي نحن عن مستقبل كيف ما نروح عليه. كيف منروح على هذا المستقبل؟ في 60 سنة باقيين بعمرنا بدنا نعيشهم بلا هول الناس، كيف فينا نوصلهم؟ مثل ما قلنا بشتى الوسائل اللي بتخلينا نحارب هيدا النظام ومكونات هيدا النظام. المشكلة انه نحن يعني عم يعني من وراء الفساد يلي صاروا 30 سنة نحن بعد عم نتحمل عواقبه وبعدنا بالانهيار، وما تحددت حتى خطة شاملة للحد من هيدا الانهيار. الحل يعني بطريقة زي مبسطة بدنا نقول هو اكيد ببناء عقد اجتماعي جديد بتمحور حول مبادئ معينة اللي بنحكي فيها على طول، بتنظم مجتمعنا بطريقة مختلفة من منطلق حقوقي بعيد عن الفرز الأولي مجتمعنا من أساسه. بس هيدا الشيء بيتطلب مواجهة علنية واضحة ومفضوحة لكل مكون من هيدا النظام، ومن بعدها بنقدر بنرجع نحكي. وأكيد أنه الانتخابات أداة، حتى لو نحن عارفين أنه بالآخر هن القانون الانتخابي عقياسهم محطوط، بس نحن حتى بالانتخابات أكيد بدنا نواجه، بس قبل مواجهة بالشارع هي يعني أقل ما يمكن أنه نبلش منه. خاصة بهذه الفترة بدي اعتذر من الأستاذ إبراهيم حطيط لأنه نحن كنا ناويين ناخده معنا باتصال، بس مشاكل البلد والزوم ما عم تسمح لنا، صرنا عم نجرب من ربع ساعة وأكثر، رح نكمل إذا بنقدر نعملها بس في صعوبات كبيرة. اليوم شفنا قدام بيت وزير الداخلية أهالي ضحايا المرفأ انضربوا، رجعنا شفناهم قدام عين التينة نفس الضحايا انضربوا، وشفناها مبارح انضربوا وتوقفوا كمان أهل الضحايا. هل عم بيصير في فاتورة دم لنطالب بحقنا بهاي التحركات اللي عم يعملوه هن؟ وكأنه الله عم يعمي على قلبهم، لأنه هن كل ظلم عم يمارسوه على الشعب، الشعب عم يزداد تلاحم وتكاتف مع بعضه. يعني نحن اليوم عارفين أنه هن عم يمارسوا ظلم علينا بكل المحلات، بس هيدا الظلم ما عم يزيدنا إلا إصرار على المواجهة. هاو جماعة صارلهم 30 سنة عاملين بلدنا شركة محدودة المسؤولية، يعني انت بتقرط المصاري وبتقرط اموال الدائنين واخر شيء بتقرطها تفليسه وما حدا بيحكي معك. لا، هاو رح يتحاسبوا. بعدين بتقول لهم ما تكسروا لي اغراض البيت، وبيقول لك يا خيي انتوا زعلان على الباتشي ولا على عرفت الفرش ولا على الكريستين اللي انكسروا، بالوقت اللي هن دمروا مستقبل اجيال، دمروا مستقبل شباب، دمروا تراث بلد، دمروا عاصمه بلد. هاو جماعه سفاحين، هن إلى زوال حكما والبلد رح ينبنى وبدون تدخل خارجي، لأنه هن في شيء عم يغيبوه عن عقول الناس. نحن مش دولة فقيرة، نحن رغم كل اللي عم يصير اليوم إذا بنسترد قسم صغير من الأموال المنهوبة بنقدر نحط لبنان على السكة الصحيحة. اليوم نحن عنا مقدرات، انسى موضوع الغاز والنفط اللي هن هلأ عم ينيموه، لا، عنا مقدرات، عنا بلد من أجمل الدول بالعالم، عنده كل المقومات، عنا مي، عنا سياحة، عنا عقول، عنا بلد. وين يعني اليوم عندك سهل مثل سهل عكار، وين السياسات الزراعية؟ عندك ثروة مائية، فسادهم صرهم 20 سنة عم يعملوا صدود بأماكن، عندك مكب السرار ومطار واقف وعم ندفن مازوت وبنزين، عندك مطار تاني بعكار نتيجة تقاذف أو تقاسم واقف مطار تاني. عندك بلد غني رح نعمره وغصب عنهم وهني رح يكونوا إلى زوال ورح يتحاسبوا حكما. محمود، ببيانات جبهة المعارضة اللبنانية ذكر أنه المجتمع الدولي عنده مسؤولية كبيرة إنسانية تجاه البلد، شو يعني هيدا؟ ما في شك أنه اليوم بالنتيجة لما بلد مثل لبنان بالحالة اللي هو وصل لفيها، الشعب اللبناني بيطالب المجتمع الدولي يكون منسجم مع نفسه. المجتمع الدولي بيحكي بالحقوق وحقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، طيب
هو اقل واجب علينا. انا مؤمن انه لازم نتوجه للمجتمع الدولي ولازم دائما نطالبه انه يكون منسجم اول شيء مع نفسه مع ما يقول. بس انا بعتقد انه التغيير الاساسي نحن هو مهمه الشعب اللبناني، واي دعم دولي ممكن يجي مفيد لمصلحه لبنان هو مرحب فيه، ولازم دائما نطالب لنحط المجتمع الدولي امام مسؤولياته. بس الحقيقه الفعليه انه نحن اليوم التغيير بايدنا ونحن لازم نشتغل عليه. ما بدنا ننطر لا مني من حدا ولا هدية من حدا. ميزان القوى بلبنان إذا تغير العالم يتعامل معه على هذا الأساس. علينا أن نعدل ميزان القوى في لبنان بشتى الوسائل مجددا. فيرينا، من وين منلاقي الأمل اليوم؟ الأمل مثل ما قلنا أول شيء بتضامن الشعب، الأمل بتحديد الأولويات. كيف نتضامن؟ نطلع كلنا عكار؟ اليوم الشباب الموقوفين هو اللي تضامنوا مع أهالي عكار بأنه مارسوا الضغط هون، ونحن كمان كل حدا موجود هون شغلته كمان يتضامن مع يلي توقفوا وما نخلي القضية يعني تخفت وتروح ونكفي من ظلم لظلم ومن قتل من جريمة لمجزرة لمجزرة أخرى. أنا لهذه المنظومة أن تزول مثل ما كنا عم نقال، والمواجهة بدنا نكفيها وهيدا الحل الوحيد. كيف فينا نتضامن مع أهالي عكار بالعمل اليوم؟ لأنه هن ما رح يقدروا يساعدوا حالهم مثل ما كان عم بيقول محمود، كل لبنان بده يساعد لبنان لنحل مشكلتهم ومشكلة بيروت. كيف منساعد لبنان؟ أنت هلأ عم بتساعد لبنان، كل واحد بالطريقة اللي هو بيعرف فيها وبيبرع فيها اختصاصه فيها عم بيساعد. أنت عم بتضوي على بلد، على بلدة، على مدينة، على 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 محل كان ناقي عن البلد، كانوا حرمينا مثل وقت اللي كانوا يقولونا ما تطلعوا على طرابلس، طلعت آخر شيء طرابلس حملت لقب عروسة الثورة. حرمونا طرابلس، حرمونا عكار، حرمونا الشمال، حرمونا البقاع من كتر شو؟ من كتر هن البروباغندا اللي كانوا بيطلعوا لنا إياها. آخر شيء بتطلع بتلاقي إنه مثل ما قالت أغنى أغنياء العالم هن من الشمال. مئات اللي هو خايف على الازاز تبع التاور تبعه، هيدا اللي حاطين، هن حاطينه، معقول حاطين هيدا الانسان حاطينه بده يالف حكومه؟ لك ما على عينك بنت عينك السرق والنهب والفساد، بدكم ترجعوا تحطوا واحد حرامي على باب الكهف تبعكم؟ كيف حاميها هيك؟ حراميها حاميها حراميها انت قلتها. واخر شيء يعني بيرجع بيقول انه والله انا قلت للقوى الأمنية أنه ينتبهوا على المتظاهرين. نحن عنا مراسل بموقع لبنان والعالم انضرب وتشوه مبارح لاعتداءات على الصحفيين كتير. خليل سمولي مين بيعوض عنه؟ تكسروا سنانه وتشوه وجهه، كان بالمستشفى مبارح للساعة 12 بالليل لظهرنا من المستشفى، مين بيعوض عليه؟ هول الأشخاص، ويليام نون اللي انسحل على الأرض، الشباب اللي هن انهانت كرامتهم، أنت بتعوض عليهم؟ مش من هلأ، من زمان. محمد فهمي لازم يجي يفكر كتير منيح كيف بده يوجه قوى الأمنية، لأنهم عم يستشرسوا. ما بيعرف ينظم قوى الأمنية أبداً. تحت بيته، فيمكن ما بعرف شو قادر يعمل غير هيك.